فعلا يا علي، الله يا رب يختار لهم الخير يا رب. امين يا رب، يفرح ان شاء الله كل الخريجين، وان شاء الله مستقبل مبهر باذن الله. امين. انشأت دائرة القضاء ابو ظبي ادارة الحلول البديلة لفض النزاعات، وتعتبر البوابة الاولى للمتخاصمين. تنظر كل من الدعاوى المدنية والتجارية بمراكز التسامح التوفيق والمصالحة، والدعاوى الاسرية باقسام التوجيه الاسري. للمزيد معنا عبر الهاتف الاستاذ عبد الله الهرمودي، رئيس قسم مركز التوثيق والمصالحة في دائرة القضاء بأبو ظبي. أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ عبد الله. يا مرحبا وسهلا. الله يرحبك. عفو الله، سعيدين جدا بوجودك معنا. وبداية نود أن نتعرف على الأهداف التي ينبغي على مراكز التسامح والتوفيق والمصالحة بدائرة القضاء في أبو ظبي، الأهداف التي يجب أن تحققها من خلال هذا المكان. تهدف مراكز التسامح والتوفيق والمصالحة لتقريب وجهات النظر المتباينة بين أطراف النزاع لإيجاد حل وسط ترضي كافة الأطراف. نعم. مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والرسوم القضائية على المتقاضين. نعم. أستاذ عبد الله، خبرنا عن الإنجازات اللي تم تحقيقها من قبل مراكز التسامح التوفيق والمصالحة على صعيد الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور. تم تفعيل خدمات تقييد النزاعات المدنية والتجارية للمتنازعين ومكاتب المحاماة عن طريق البعد. وعن طريق مكاتب القضاء الخارجية، يعني المراجع يقدر يقيد عن طريق المواقع الإلكترونية والمحامين دون الحضور إلى المحاكم. ومؤخرا تم تفعيل الملف الإلكتروني للنزاعات تماشيا مع استراتيجية الحكومة نحو التحول الرقمي. نعم. أين تتواجد مراكز التسامح والتوفيق والمصالحة لخدمة الجمهور؟ تتواجد مراكز التسامح والتوفيق والمصالحة الإلكتروني بكافة محاكم أبو ظبي. نعم. بالإضافة أنه تم مؤخرا افتتاح مركز في مارينا مول أبو ظبي، وذلك تسهيلا للمتقاضين وتحقيقا لرسالة الدائرة في التمسك بسيادة القانون من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق ونشر السلام في المجتمع والابتعاد عن أجواء المحاكم. أستاذ عبد الله، خبرنا عن المساهمات اللي قدمتها إدارة الحلول البديلة من الخدمات وقنوات التواصل. تم إنشاء قنوات اتصال مع المتعاملين لتزويدهم بالمتطلبات لتقديم المعاملات بشكل صحيح. نعم. عن طريق موقع الدائرة أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو اتصال مباشرا بأحد الموظفين المعنيين في القسم أو عن طريق خدمة العملاء إدارة القضاء. جميل. نعم. وبعدها سيتم إرسال رسالة نصية تذكيرية بمواعيد الجلسات لصالح الطرفين النزاع عند تسجيل الدعوة قبل موعد جلسة الصلح. نعم. لماذا تم تغيير مسمى مركز التوفيق والمصالحة إلى مركز التسامح والتوفيق والمصالحة؟ استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2019 عام من التسامح، وبتوجيهات تعد وكيل دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري. نعم. الحريصة على ترجمة التوجيهات للقيادة الرشيدة لخطوات عملية تسهم في ترسيخ قيمة التسامح ومفاهيم الصلح، التسوية الودية بين المتنازعين، ونشر مبادئ التعايش وتقبل الآخر في بيئة. نعم. مفتحة يسودها الوئام والتوافق لينعم الجميع بالأمن واستقرار في وطن التسامح. نعم. شكرا لك الأستاذ عبد الله الهرمودي، رئيس قسم مركز التوفيق مركز التسامح والتوفيق والمصالحة في دائرة القضاء بأبو ظبي. شكرا جزيلا لك. نشكركم، فرصة سعيدة. شكرا.